بصوا يا جماعة، صلوا على رسول الله. جالي تليفون النهاردة على الساعة 9 كده ولا حاجة، من أصدقاء ليا يعني. عبد الناصر، الدنيا متوترة والجماهير بتغلي وانت ما بتقفش على محطات، مفيش مشكلة. عايز مية؟ تليفون الساعة 9، عبد الناصر، الدنيا بتغلي والجماهير زعلانة وغضبانة وفي حالة توتر والدنيا قلق. فيعني من منطلق التعاون المشترك واحنا ناس أصدقاء، بلاش يعني نطلع النهاردة كده كده، بكرة الماتشات وما فيش حاجة تتقال، ويعني مباراة الأهلي والمصري الكل ينتظرها، تعتبر أهم مباراة في هذه المرحلة وستحسم بطولة الدوري، إما أن تستمر المنافسة وإما تنتهي. أي شيء غير الفوز بالنسبة للأهلي يعني انتهاء المنافسة حتى لو تعثر الزمالك. فعلشان كده أنا بطلق على مباراة المصري مباراة الدوري. فيعني من منطلق التعاون يا عبد الناصر اللي بيننا يعني كأصحاب، بلاش النهاردة تطلع ونهدي الأجواء والكلام ده كله. عادي من منطلق التعاون والحب والود، ما فيش مشكلة، الدنيا أخد وعطا يعني، وما فيش حاجة يعني أخبار لا جديد، هو نفس الكلام، هو نفس هدف طلائع الجيش اللي الناس بتتكلم عليه، هو نفس الكلام، الزمالك متقدم بفارق 4 نقاط، ليس هناك جديد. فعادي ما فيش مشكلة ما نطلعش النهاردة يعني، ما فيش مشاكل. ولكن قلت لازم أكتب على تويتر لسببين. السبب الأول إن أي حد بيراهن على أي مخلوق على وجه الأرض بيخسر. دايما خلي رهانك على الله ثم على الجماهير اللي بالآلاف اللي بتتابعك. فكتبت على تويتر وقلت يا جماعة، من منطلق الحب والتعاون اللي بيني ما بين ناس أصدقائي كتير، ناس أصحابي أهلوية وزملكاوية، الدنيا متوترة وكذا، وبلاش عبد الناصر تطلع النهاردة، وعادي إذا كان عدم طلوعي هو اللي هيهدي الدنيا، بلاش. إحنا في النهاية عايزين الهدوء وعايزين الروح الرياضية وعايزين الاحترام بين الجميع، وعلشان نثبت للكل يا عم إن مش إحنا اللي بننفخ في النار ولا إحنا اللي بنولع الدنيا. وخدت أوف وخدت العلاج بتاعي وريحت شوية، وقمت من النوم لقيت الناس بتكلمني الآن، فكتبت على تويتر سبب عدم خروجي، وبكل صراحة مش أخبي عنكم حاجة تاني، لأن الكم مرة اللي أنا خبيت حاجة عن حضراتكم أنا دفعت الثمن وحدي، فأنا مش أخبي حاجة عن حد كده، في الظاهر كل حاجة في الظاهر وفي العيان بدون لف ودوران. وأفاجأ يا دوبك دقائق لقيت كارثة من العيار الثقيل. مدحت شلبي ولع في مصر. طب يا جماعة، احنا قررنا ما نطلعش عشان نهدي الدنيا ونهدي الأجواء، قمتوا انتوا يلي لسه عاملين البيان الثلاثي وخوتنا بيه وأجبرتوا عليه قناة النادي الأهلي على قناتكم وداخل المؤسسة بتاعتكم وبكل الجهات الرقابية اللي موجودة جوه وكل العباقرة والأباطرة اللي بيديروا أون تايم سبورت، يطلع مدحت شلبي يسب جموع جماهير الأهلي عامة؟ لا بقى، ما ينفعش فيها لا تعاون مع عبد الناصر، ولا ما تتكلمش يا عبد الناصر، ولا بلاش النهارده يا عبد الناصر، ولا اسكت يا عبد الناصر. ما فيهاش فصال، اللي يبيع الناس اللي بتحب وقت الشده ما يستاهلش انها الناس تقف جنبه في المهنه بتاعته والشده. على طول كده، اللي يبيع الناس اللي بتحبه واقفه جنبه في الازمه بتاعتهم وفي شدتهم ما يستحقش
ان الناس تقف جنبه لما يكون عنده ازمه وشده. وانا النهارده من المفترض ما اقطعش، وقضوعي ممكن يخسرني ناس كتير من اصدقائي ويعود علي بالضرر وربما يعود علي بمشاكل كبيره، ولكن قررت ان انحاز لصف الجماهير والناس المحترمه اللي بتحبني واللي انا بحبهم، واللي لولاهم بعد ربنا سبحانه وتعالى ما كان لنا قيمه ولا كان لنا قدر. ومن يراهن على ضميره ربنا اولا وضميره وحضراتكم بيكسب على طول مهما كانت خسائره، مهما كانت الخسائر، مهما كانت الخسائر. اي انسان يراهن على الحق وربنا سبحانه وتعالى وحضراتكم لا يمكن يخسر، لا يمكن يخسر، لا يمكن يخسر. علشان كده ما ترددتش، على طول امسكت بالتليفون بتاعي ورحت قررت ان نخرج واتكلم معاكم ونبدا الحلقه سويا. دي المقدمه، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي عمله مدحت شلبي؟ كيف يجرؤ مذيع مقبل على الثمانين من عمره انه يشتم جمهور بالكامل؟ هذا الجمهور من صنع مدحت شلبي، وهذا الجمهور هو من جعل منه قيمة، وهذا الجمهور هو من جعل منه قدر، وهذا الجمهور هو الذي دغدغ مشاعره مدحت شلبي سنين لكي ينال رضاه، وكان يتوسل كلمة محترمة وجميلة من الأهلوية. ولولا دعم الأهلوية ما كان مدحت شلبي. مدحت شلبي بدأ حياته في برامج منوعات وأغاني، تلاقيه كده في رمضان في أي مول بيعمل مسابقات على فلنات ومش عارف إيه وشوية أغاني وكلام ملهوش أي 60-30 لازمة. دخل مجال التعليق، دخل مجال التعليق. من صنع مدحت شلبي معلقا وجعله نجما فوق العادة هو جمهور النادي الأهلي. فلا أتصور أبدا أن يخرج مذيع، مش الكابتن مدحت بس، يعني هذه هي الكارثة. غلطة الشاطر لا تغتفر، وغلطة الشاطر بمليون. لا أتصور أن يخرج مذيع على قناة اون تايم سبورت اللي لسه عاملة بيان ثلاثي ضد التعصب وضد العنف وأجبرت الأهلي إنه يشارك فيه كقناة، على رغم عدم معرفة مجلس الإدارة، وقلنا ماشي وتعدي عشان الدنيا تهدى. لم أتصور أبدا إني اون تايم سبورت التابعة لإعلام المصريين اللي هي أمل ناس كتير في الإعلام المصري لأن ينصلح معها الحال، أن يخرج منها هذا الكلام. هذه كارثة. أما الثانية أن يخرج من مدحت شلبي، يعني أن تخرج هذه الكارثة من اون تايم سبورت فدي مصيبة، وأن يخرج كمان من مدحت شلبي فهذه مصيبة أخرى. يعني تسكتوا الأهلي وتجبروه ما يتكلمش ويطلع بيانات ملهاش لازمة عشان ايده مغلولة، وقناة الأهلي ما تتكلمش وتتمنع من الرد على أي متجاوز، وكمان بدل ما تربوا تجاوزات الآخرين انتوا تعملوا كارثة. لا، ما ينفعك حد يسكت، ما ينفعك حد يسكت. وباسم الناس اللي كلمتني كلها وبلغتني أن أرسل رسالة، رسالة على الملأ، لابد من رد رسمي من مجلس إدارة النادي الأهلي ومن قناة النادي الأهلي، ولابد من محاسبة مدحت شلبي، ولابد من محاسبة القائمين على برنامج مدحت شلبي. مفيش فصال في الموضوع، مفيش فصال في الموضوع.
مفيش فصال في الموضوع. فيا جماعة الناس في صدمة، الناس في صدمة، الناس في صدمة بمعنى الكلمة، الناس في صدمة بمعنى الكلمة. وناس كتيرة طلبت مني مداخلات، وناس كتيرة طلبت مني ان انا اتكلم، ما كانش ينفع ان انا اسكت. وبكل احترام وتقديره، من يحاسب مدحت شلبي على هذا الكلام؟ وكيف لمدحت شلبي ان يسب جمهور بالكامل، ان يسب جمهور بالكامل؟ اهو يمكن ناس كتير بعتت لي اللي قالوا مدحت شلبي، لان طبعا قناه اون تايم سبورت اتخذت قرارا سريعا، قناه اون تايم سبورت اتخذت قرارا سريعا بحذف المقطع من على السوشيال ميديا، وده تصرف محمود. يعني هذا تصرف محمود. قناه اون تايم سبورت خدت قرار وشالت ال 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 المقطع من على السوشيال ميديا، ولكن للناس اللي ما سمعتوش المقطع معانا للي ما سمعوهوش، المقطع معانا للي ما سمعش المقطع. قبل ما نروح للناس اللي معانا، قبل ما نروح للناس اللي معانا ونتكلم، المقطع معانا وهنتكلم بكل التفاصيل. 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 ولكن قبل ما اسمعكم المقطع، خلينا نروح للأستاذ محمد رشوان المحامي، لأن في كلام مهم جدا هنسمعه من الأستاذ محمد رشوان قبل ما اسمعكم المقطع. ولغاية ما يجهز معايا هذا المقطع اللي أنا بحضره، قناة اون تايم سبورت شالته من على السوشيال ميديا بتاعتها. طبعا في حالة من الغضب كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي وصفحات النادي الأهلي، والكل يطالب برد رسمي من النادي الأهلي بعد إهانة جماهيره. مفيش واحد عاقل في الدنيا يسب جمهور أيا كان انتماء هذا الجمهور، فما بالك إذا كان الأهلي بملايينه الذين يتابعوه. لابد من رد رسمي، ولابد من إيقاف برنامج مدحت شلبي وتحويله للتحقيق وإيقافه عن العمل. ما فيهاش كلام وما فيهاش وصال. مهما كانت صداقتك مع أي حد، لا تراهن إلا على ضميرك.